زعلان عليهم الصراحة، ما أقدر زعلان عليهم. العساكر طيبين وناس كويسين، وبعد ما معدي بالعربية روح مقفلين الطريق، عدي يا حاج عدي، ناس كويسين ويجيش منهم غلط. ليه يحصل كده؟ ليه؟ حزبنا الله ونعم الوكيل. وبرضه ملسم بس مش بالشد اللي هو القصير دوت بيضرب في البوكس من ورا في العساكر، والطويل دوت فتح الباب بتاع البوكس اللي هو راكبين فيه الامن اللي قدام دول وضربهم، يعني اقول لك مثلا ايه خزنه بحالها. وبعدين راح راجع تاني، كان في عربيات جايه من الهرم وفي عربيات هتدخل المنوات، فضرب عليهم نار فالعربيات وقفت. فانا طلعت التليفون بتاعي وقفت في زاويه المصنع عشان اصور، صورت لقطتين. امين الشرطه جري وراهم على الاقل يعرف ملامحهم، الاهالي جوه هيساعدوه، هيعمل حتى لو استشهد هيبقى بكرامه يعني.